توقف يا رجال اخر عدي. بقول لك خد رجالك كثيره معاك، عملت فيها سبع. ايوه سبع، ولو واحد ما عرفش احنا عروستي ولا ايه؟ طب قابل يا سبع. انت مين؟ بعد عن طريقي، انا سعد الهواري. خفوش، انا ما اسديش الحريم، اقطع النفس. بعد عن طريقي قلت ايه؟ متعرفش انا مين؟ ولو كنت نازل من السماء او طالع من الارض. ايه سمعتش عن جابر؟ ورانا 100 راجل. وانت مش راجل ولا ايه؟ وريني يا ولدي. لو عاوز ده خد وسيبنا، احنا معانا حريم. دافع عن حريمك يا سبع الفلا. سيبنا وخد حسنتك، هرميلك 3 حتت ذهب على الارض، توت تاخدهم بالادب وتبوس رجلي وتمشي من غير ما اذيك. اوطي هات من خلاني وسط الجبل حي، ولا جعلني خزع ولا ني. تناوى سيبك انت وحريمك لحال سبيلك، لكن قل لي ترد الجواب بدعه. سيب حريمك ورحل. انت معرفنيش. هتمشي انت ولا روحك تسبح عند اللي خالقها؟ نجي انا صبري قليل. هتعمل ايه؟ شايف دي؟ انا هرميها من هنا المطرح ما ترسي. لو نزلت على الارض وانت لسه موجود اخد روحك. بسم الله. يا ابوي اعتق روحي. يا ناي هتسيب ابوك وعروستك؟ اتفوق. طب استنى ابوك هتهجي وتسيبني. نخ اوعى تنخ يا هلال. يا بنت جمالك هبشني. هلال ما ينخش غير بأمري. هلال يعني الرجالة خافت وام صوت حنين ما خافتش. وريني كده نخ. ما تنخش يا هلال. وبعدين يا ام الجمل هباش نخ. ما تنخش يا هلال. وبعدين يا الله قمر وراكبة هلال. اتحشم ورجع. يا بنت جمالك هبشني والهبشة جت في العباية، همان صدرك دوشني خلى فطوري عشاية. اتحشم قلت ورجع وما رجعتش. هموت روحي. وكيف أمرت الجمل؟ تربي وعارف الأدب والأصول. عارف الأدب والأصول ولا الجمال عليه حاكم؟ ارجع قلت. وأنا مش أقل من الجمل إحساس. أمريني وأنا تحت النظر والأمر. رجعني البيت. أبوك أبوكي ولا عريسك؟ لا أبوي.